تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك المملكه البحرينيه حمد بن عيسى الخليفه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان جلاله ملك البحرين توجه بالتهنئه للرئيس السيسي بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم متمنيا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار. من جانبه بادل الرئيس السيسي الملك البحريني التهنئه بهذه المناسبه داعيا الله ان يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والامه الاسلاميه كافه بالخير والبركات